بعد غياب لفترة، طرحت الفنانة المغربية هدى سعد عملها الغنائي الجديد تحت عنوان قد بها، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب. الأغنية من كلماتها وألحانها، فيما التوزيع الموسيقي من توقيع الموزع أسامة سامي. هدى سعد اعتمدت في عملها الجديد على لون مغربي شبابي، وهي تمني النفس بأن ينال إعجاب جمهورها داخل الوطن وخارجه. وتجدر الإشارة إلى أن آخر أعمالها الفنية تمثل في أغنية أرجف الله التي كانت أصدرتها في فترة الحجر الصحي، لتكون بمثابة رسالة شكر لجنود الصف الأول المحاربين لفيروس كورونا المستجد. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.